مشاهدينا منكمل مع ضيوفنا، وبدي رحب برئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب مقلد ودكتور كلودين رزق الله عزيز، مستشارة بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، لنحكي عن واقع التدريب بالمركز. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي، أهلا وسهلا فيك. منورين. شكرا. ميرسي. دكتورة كلودين، بداية خبريني شو هي مهام مركز الإعداد والتدريب، ومن هو الجمهور اللي بتتوجهوا له أو المستفيد من خدماته؟ يمكن رح اعطي الكلام لمدام رانيا، لانه كونها هي رئيسه مكتب الاعداد ممكن هي تكون عم بتفسر هالشيء احسن مني. اول شيء اسمحي لي نريمان كون عم بشكركم واشكر مريم تي في، لانه عم تتيحوا لنا الفرصه بالمركز التربوي نكون عم نخبر عن الاعمال يلي عم نعملها. نحن بمكتب الاعداد والتدريب بالمركز التربوي مسؤولين عن تدريب كل الهيئه الاداريه والهيئه التعليميه بالمدارس وبالثانويات الرسميه بلبنان. يعني تقريبا عددهم بيكون اكثر من 40,000 شخص. وغير هيك كمان فينا نتوجه للخاص، يعني اذا في حدا من التربويين بالقطاع الخاص حابب يكون عم يتابع دوراتنا كمان بنتاهل فيه مقابل دفع مبلغ رمزي تنكون عم نغطي جزء من تكلفه الدوره التدريبيه. نعم. كل سنه بنكون عم نصدر 7 خطط تدريبيه مناطقيه، بس قول مناطقيه يعني بالمحافظات. هالخطط فيها تقريبا 2000 دوره تدريبيه. دورتنا التدريبية بيتم التخطيط لها بعد ما نعمل دراسة للحاجات، نعمل دراسة للحاجات بنرصدها من الأرض، من الواقع، من المدارس، من المعلمين، وبنرجع بنصيغ دورتنا. دورتنا فيهم يكونوا فيس تو فيس، يعني المتدربين بيجوا على مراكز التدريب وبيكونوا عم بيتابعوا الدورات، أو فيهم يكونوا بلندد، يعني شقفة منا جزء منا بالحضور وجزء منا عن بعد. وكمان في عنا دورات كلها بتكون عم تنحضر عن بعد مع المتدربين. عم نسعى كمان دايما انه نكون عم نعتمد اسلوب التيتورا، يعني متابعه المتدربين بعد ما يفلوا من الدوره ويكونوا اكتسبوا الكفايات والمفاهيم اللي اخذوها من عنا، ويروحوا يستثمروها بقلب الصف او مع الموظفين كاداريين. اذا عندهم اسئله، اذا واجهتهم تحديات، يرجعوا يقدروا يعودوا لنا ويسالونا كيف فينا نكون عم نساعدهم. حلو كتير. تقريبا سنويا نحن مندرب 25,000 شخص، تقريبا ما يعادل 60% من أعداد المعلمين بالرسمة. كمان نحن بس تتوزع الخطط، 7 خطط اللي بتطلع بتتوزع على كل المدارس وكل الثانويات، وساعتها المعلمين والإداريين فيهم يلقوا نظرة على الدورات الموجودة ويختاروا الدورة يلي بيحسوا أنه رح تلبي لهم حاجاتهم، وبيجوا بيتسجلوا وبيتابعوها عنا. في شيء كتير مهم لازم أذكره كمان، بما أنه هلأ عم نشتغل بالمركز التربوي على تطوير المناهج الجديدة، بس تصدر المناهج ويتم إنتاجها، مكتب الإعداد والتدريب كمان مسؤول عن تدريب كل التربويين بالقطاعين الرسمي والخاص، يعني ما يعادل تقريبا 100,000 شخص، حتى ينقل لهم كل شيء صار وتجدد بقلب المناهج والطور. حلو كتير. Thank you. الدكتورة كلودين، شو هو نظام إعداد التدريب وكيف بتساهم هالمنصة برصد المتابعين؟ نحن من خلال مسيرة تحسين جودة التدريب رح تحكي عنها بعد شوي مدام رانيا، صار في تطوير لمنصة حتى تقدر يكون موجود فيها كل المتدربين. يعني منصة بتاعنا بإدارة التدريب من تطوير الدورة التدريبية، الموافقة عليها، بعدين تنفيذها. شو يعني تنفيذها؟ يعني يتسجلوا فيها المتدربين وبعدين يقدموا المهام يلي بتنطلب منهم، يلي نحن بنسميها مهمات إدائية، وتنحفظ بملف خاص بكل متدرب. كانت عم تحكي ضيفتك السابقة عن الصورة الشخصية. نعم. كمان بنفس الطريقة في هالصورة الشخصية يلي هي هالبورتفوليو الإلكترونيك يلي موجود، حتى يحوي ويتابع المسيرة التدريبية لكل متدرب يلي تفضلت وحكيت عنهم مدام رانيا. وهالمنصة الجديدة يلي سميناها نظام إدارة التدريب أو Training Management System، هي تم تطويرها بدعم من منظمة اليونيسف وبرنامج S2R2، وصار في مناقصة علنية ورسيت على شركة نيدز يلي هي بدورة قدمت هالمنصة، يعني خلصتها وأنجزتها بكانون الأول 2019. وساعتها انطلقت عملية التدريب على المنصة، لأنه المدربين كتار. كمان مدام رانيا ممكن تكون عم تحكينا عن الأعداد بعد شوي. صار في تدريب للأشخاص، وبعدين طبعا إجا الحجر وإجا صرنا قاعدين بالبيوت، صار التدريب كمان عن بعد، حتى أنجزنا كل عملية التدريب مع شركة نيدز. وأنا كمان بحب وجه لهم شكر عن جد المهنية العالية بالعمل ومرونتهم، حتى نقدر نلبي بهالوضع يلي منه عادي.
بس خلصنا هذه المرحلة، هلأ عم بيتم المرحلة الثانية من نظام إدارة التدريب يلي عم نسميه TMS Training Management System. وبهالمرحلة رح يصير في تطوير لكل ما له علاقة بالتدريب عن بعد بكل أشكاله، متزامن غير متزامن، مع مدرب، تدريب ذاتي، يعني بيلحق المتدرب برنامج هو على وقته وعلى دوامه. ونحن المخطط انه ينتهي هيدا ويتقدم هالفقره الثانيه منه باول ايلول. وبهالطريقه بيكون التدريب سنتين الله راد كله من خلال نظام اداره التدريب ان شاء الله، وبيكون عم تبنى عن جد بيانات عن كل متدرب بالقطاع ان كان الرسمي ولا الخاص بلبنان. ان شاء الله. حلو كثير. يا رب. مدام رانيا، شو هي مستجدات مكتب الاعداد والتدريب؟ نحن تقريبا من شي سنتين ونص صار لنا الفرصة بدعم من منظمة اليونيسف وبتمويل من الدولة الكندية والاتحاد الأوروبي أنه نشتغل على تحسين كل الخدمات الموجودة بمكتب الأعداد والتدريب. كان هدفنا الأساسي أنه نحسن مخرجات التعلم عند المتعلمين. بس نحن كمكتب أعداد وتدريب كان السؤال شو بدنا نعمل، شو بدنا نطور حتى لنوصل نحقق هيدا الهدف. والهم الوحيد والأكبر اللي كان عنا أنه هالأشخاص اللي عم يجوا يتدربوا ياخذوا الكفايات اللي اخذوها والمفاهيم ويقدروا يستثمروها بقلب صفوفهم. فحتى نامن على هيدا الشيء انه صار، طورنا مقاربه لهندسه تدريب جديده، وصاروا هلا مدربين عم يعتمدوا هيدي الهندسه بتطوير كل دوراتهم التدريبيه. ما وقفنا بس على الهندسه الجديده، كمان طورنا منهج لتدريب المعلمين، وهيدا المنهج كان بيتالف من عده مسارات. وليش اخترنا انه يكون في عده مسارات؟ تنتيح الفرصه لكل معلم يختار اي مسار هو بيلبي له حاجاته وبيقدر يعطيه المفاهيم والكفايات، المهارات، المواقف، المعلومات اللي هي بتنقصه ويتسجل فيه. وكمان ما بس خططنا للمعلمين، اشتغلنا حتى نطور ذاتنا. كمان طورنا منهج لتدريب المدربين ودربنا مدربين اللي هن تقريبا حوالي 200 مدرب. حلو. على الكفايات الأساسية بقلب هيدا المنهج. شو كمان اشتغلنا؟ فكرنا انه هالأشخاص يلي عم بيزورونا وعم بيتابعوا الدورات عنا بمراكز التدريب بدور المعلمين، لازم نكون عم نستقبلهم بأماكن بتليق فيهم، مع تجهيزات، مع طرائق بتليق بحضورهم عنا. فمن هيك عملنا دراسة، قمنا بدراسة وبتقويم كمي ونوعي بيستند على معايير جودة. وحتى كمان صار عنا الكلفة التقديرية لتأهيل هالمراكز. يعني أنا هلأ فيني أخذ واحد من المراكز بعرف قديه بيكلفني وشو لازم أعمل فيه تيصير برد على هيدول المعايير الجودة العالمية. ونهاية بدي أختم باللي تحدثت فيه دكتور كلودين كمان، بالنظام الرقمي يلي صار بيجمع لي كل هالمعلومات من لما نبلش بإنتاج الدورات التدريبية لنروح على تنفيذها، ونقدر نرصد بناء الكفايات عند المعلمين. يعني كل معلم صار عنده إي بورتفوليو فينا نتابعه فيه ونتابع له تقدمه عنا. نعم. حلو. هلأ دكتور كلودين رح تحكينا عن المقاربة هيدي اللي حكيت عنه. صح. يعني مدام رانيا حكت وقالت أكثر من مرة الكفايات، نحن هالمقاربة الجديدة طلعت عم تجاوب على اعتبارين أساسيين. أول شيء أنه أطلقت وزارة التربية ومركز التربوي بال 2017 إطار مرجعي لكفايات المعلم. هالإطار هو بيحدد يعني شو مواصفات، شو ميزات كل معلم نموذجي لازم يكون بالتعليم بلبنان. كمان عم بتراعي اعتبار تاني هالمقاربة، انه التدريب يلي بيصير من خلال المركز التربوي بيصير خارج اطار المدرسة والصف، يعني بيصير بمراكز التدريب يلي حكيت عنه مدام رانيا. اذا اعتمدنا المقاربة بالكفايات حتى نتأكد انه كل دورة تدريبية عم بتصوب بشكل هادف لكل كفاية من كفايات هالاطار المرجعي، وكمان عم بتقيس قديش انبنت بالمتدرب. هيدي من ناحية. من ناحية تانية، وكون التدريب عم بيصير خارج إطار المدرسة، كان عنا هم أنه كيف بدنا نأكد أنه هالشي الكفاية اللي تدرب عليها المتدرب يقدر ينقلها ويطبقها بواقعه العملي بحياته اليومية بالأمور اللي بيواجهها. كمان أخذنا إلى جانب المقاربة بالكفايات المقاربة بالمفاهيم، بحسب يعني بالثيوريز يلي بحسب ويجنز ومكتاي وإريكسون ولانينج، يلي هي شو بتقول هالمقاربة؟ أنه بتسمح للمتدرب يستخرج مفاهيم، يعمم مفاهيم
ممكن تنقل لوضعيات داخل صفه، بيقدر هو ساعتها يستثمر الكيفيات اللي بناها، مش بس لانه باطار التدريب بعدين بينساها وبيرجع بيعلم نعم. عادي، تيقدر يستثمرها بخدمة المتعلم يلي هو غايتنا بالنتيجة. وهيك بيكون هالمقاربة جمعت من النظريات إنما لائمت الحاجات الواقع حتى نوصل للجودة بالتعليم. كثير حلو. مدام رانيا، كيف بتتوزع مراكز التدريب؟ نحن حاليا عندنا 33 دار معلمين ومعلمات، محل ما بيجوا بيتدربوا، مراكز التدريب ممتدين على كل الاراضي اللبنانيه. وهذا التوزع الجغرافي بيساعد المعلمين يتنقلوا ويجوا لعنا يحضروا الدورات وما يتكبدوا التنقلات البعيده، يعني ما يسوقوا ساعه حتى يجوا ويحضروا الدوره. كمان نحن هلا ناطرين من مكتب البحوث بالمركز التربوي حتى ينهي الدراسه المتعلقه بالخريطه المدرسيه اللي بتقول بكل مدرسه قد في متعلمين، قد في معلمين واداريين، المدارس وين اللوكيشنز تبعولهم بالممتدين على الاراضي اللبنانيه، حتى بعد ما يطلعوا نتائج هالدراسه نشوف اذا في حاجه كمان نخلق بعض مراكز التدريب تنكون عم نغطي مساحات مش موجود فيها بعض المراكز. نعم، بس بلبنان ولا ممكن يصير مبدئيا هلا بلبنان؟ نعم. بس نعم في بالدورات اللي عن بعد فينا نكون عم يتسجلوا فيهم ناس برات لبنان. نعم. ما عندنا مشكله. حلو. دكتور كلودين، شو هو منهج تدريب المعلم المبتدئ بالخدمه وكيف بتتم مراعاه الفروقات بين التعليم الخاص بالتعليم الرسمي؟ الفروقات هي بتتخطى التعليم الخاص والرسمي، يلي صار مثل ما قلنا دائما كان في حاجه انه نلائم الواقع تبعنا، ندرس الواقع حتى ننطلق منه، اكيد ناخذ من النظريات احلى شيء ممكن ناخذه. بواقعنا بالمدارس الرسميه اكثر من 50% من الكادر التعليمي هو عنده تعاقد، يعني شروط تعيينه بالعمل ما بتتبع نفس الشروط عن المعلم يلي هو بالملاك. اذا بواقعنا في اختلافات كتير بالباك جراوند او بالخلفيه الجامعيه والخبره تبع المعلمين يلي بالتعليم الرسمي. بقى هون كان عم بيعنا مكتب الاعداد والتدريب والمركز التربوي انه لازم نحن نطلع منهج تدريبي معمول ما يكون معلب، عم بيكون عم بيشوف هالفروقات ويقدر يلبي لها. عملنا دراسه اول شيء بالتعاون مع مكتب البحوث بالمركز التربوي، وشفنا شوي شو الاحصائيات، شو الاعداد، شو الشهادات الجامعيه تبع الاساتذه يلي هلا، وطلع من عنا مثل ثلاث اعتبارات كبار لازم نكون عم ننظر لها نحن وعم نشوف اي تدريب بدنا نحضره للمعلم المبتدئ بالمهنه، وكمان بتواكبه للتدريب المستمر. بين معنا انه لازم نشوف خلفيته التربويه او الجامعيه، لان في بعض الاساتذه اخذين تدريب تربوي ما قبل التعليم وفي منهم لا. كمان كنا بدنا نشوف اذا كلهم عندهم خبره سابقه، ممكن انا كان عندي خبره بالتعليم بالخاص وهلا صرت بالرسمي او لا. وكمان في عنا حاله موجوده بلبنان انه ممكن يكون انا عم بعلم بس مش بماده اختصاصي. من هالثلاث افكار او هالثلاث اعتبارات طلع عنا 40 مقرر تدريب موزع على 8 مسارات، كل واحد بحسب الاجوبه على هالثلاث اسئله بيتوجه لمسار معين. هلا على شو بيتدربوا هول الاشخاص؟ طبعا هالمنهج الجديد بيلحق الهندسه الجديده، يعني هو عم بيصوب على الكفايات، بس انا على شو بدي ادربهم؟ نحن استرشدنا بنظريه الانشطه المهنيه، يعني بشكل مبسط اذا انا هلا مضيت كونترا وبدي بلش شغل بمدرسه، شو لازم اكون اعرف حتى اقدر يعني لبي حاجات المتعلمين واقدر اقلع بهيدا الشغل. بين معنا اشياء مثل التخطيط، طبعا هذا شيء مثل بديهي بس ضروري نكون نحن اخذينه بعين الاعتبار، تخطيط، الطرائق، التقويم وغيرها. اذا من هول 8 مسارات 5 مواضيع تدريبيه بتراعي كل هالفروقات وهن مدعي لها بالتدريب، بتساعد كل حدا مخرج وبده يبلش بالتعليم بتامن له شروط النجاح كمعلم او معلم. اكيد في تحديات بتمرقوا فيها ومصاعب ومشاكل، رح تخبرينا عنها مدام رانيا؟ اكيد اكيد في تحديات مثل حيلا شغل بحيلا قطاع. نحن اذا بدي اقول لك اكبر تحدي عم نواجهه هو ما في نظام حوافز لهالمتدربين يلي عم يجوا ويكونوا يتدربوا عنا. رح اعطيك مثل، حكيت عن المتعاقدين دكتور كلودين، الاشخاص يلي هن متعاقدين مع الدوله بيقبضوا على الساعه، يعني بس يعلموا ساعتهم بيقبضوها. اذا كان في عندهم دوره تدريبيه حتى ليشتغلوا على تطويرهم المهني وبدهم يجوا يحضروها بيكونوا عم يخسروا ساعات تعاقدهم،
حتى عم يخسروا الترانسبور. ليش؟ لانه هن جايين وعم يحضروا هالدوره. ان شاء الله بعد ما نكون عملنا تي ام اس التريننج مانجمنت سيستم وصار عنده كل واحد اي بورتفوليو، نقدر نكون عم نمهن مهنه التعليم، يعني مش الكل يكونوا عم ياخذوا درجات، مش الكل مين ما كان فيه يكون منسق او حيلا شيء، بنصير نطلع على شقفه من تطويره المهني اللي هي متعلقه بالتدريب ونقول اذا تبعت هالكم من الدورات وصار عندك هالكفايات انت بتقدر تحصل على الدرجه، انت فيك تكون عم تصير منسق وهلم جره ان شاء الله. نعم. التحديات الاخرى اللي ممكن نكون عم نوقع فيها هلا او نواجهها كل شيء بيتعلق بالتعليم عن بعد كمان هو بينطبق على التدريب عن بعد، يعني خدمات الانترنت يلي ممكن تكون ضعيفه، يعني ممكن انقطاع التيار، حتى المهارات يعني لازم تكون صح موجوده عند صح اكيد عم نشتغل عليها كمان ممكن الاجهزه ما يكون في اجهزه قادرين يستعملوها بالبيت الواحد المعلم واولاده يمكن المتعلمين تيتابعوا هالتعليم على البعد، فهيدول التحديات المستجده هلا. حتى التفاعل كمان بيفقد اكيد اكيد يعني. اكيد صح، عم نسعى انه نكون عم نحضر الدورات التدريبيه لعن بعد نمكن هالاستاذ كيف يعلم عن بعد بافضل طريقه ممكنه وما نخسر هالتفاعل اللي كان يصير بقلب الصف وكان يريح التلميذ نفسيا وتربويا. طب شو التطلعات المستقبليه بظل هالظروف يعني اللي عم يمرق فيها لبنان؟ هن ظروف صعبه بصراحه، يعني نحن عارفين الوضع الصعب مش بس من وضع الكوفيد 19 كمان من وضع الاقتصادي اللي عم نقطع فيه. حتى الرؤية منا واضحة إذا العام الدراسي الجاي رح يكون مثل الأعوام اللي قطعت عادي، رح نرجع على المدرسة بطريقة طبيعية أو لا، رح نكون بطريقة بلندد، يومين بالجمعة منحضر، ثلاثة منكون عم نعلم عن بعد، أو يمكن كل تعليمنا يكون عن بعد. فهالشي بعد منه واضح وعم يترك عنا عدة سيناريوهات نكون عم نحضر لها تنكون جاهزين لها. بدك تسمحي لي كون عم بشكر هلا قبل ما خبرك شو مستجداتنا مدربي مكتب الاعداد والتدريب اللي هن ال 200 مدرب مع المسؤوليات الفنيات مع مدراء الدور مع الموظفين بالمكتب وبالدور، لانه إلنا شهرين عم نتابع دورات مكثفه حتى نطور كفاياتنا تنقدر نكون عم نطور هالدورات نعمل هالمشاغل. نعم. حملات التوعية اللي بتفيد المعلمين المتعلمين الأهل كل الناس اللي هن انفولف بهالعملية. قد هيدا التعاون كمان بخليكم تعطوا أكتر وتنجحوا أكتر؟ دايما دايما بالتعاون، بالتعاون بين أقسام المركز التربوي وبالتعاون مع الخارج، يعني بس تسمعي الأهل بس تسمعي المتعلمين شو رغباتهم عشو عم يطلعوا شو التحديات اللي عم بيواجهوها. فمن هون شكر كبير لألون، شكر كبير لرئيسة المركز دكتور عواجين لأنه دايما هي بتحفزنا حتى نضلنا مثابرين بتتابعنا بكل خطواتنا. شو عم نعمل هلا؟ تدربنا مثل ما قلت لك مع منظمه اليونسكو، تدربنا مع مشروع كتابي 2 مع اليو اس ايد بتمويل من اليو اس ايد، مع شركه وين، مع عده اشخاص حتى نكون قادرين نبني دورات تدريبيه عن بعد غير متزامنة. وليش عم قول غير متزامنة؟ لأسمح لهالمعلم يكون مش عم يترك التعليم تيجي يحضر الدورات، يكون بوقت بعد الظهر سبت بالليل ساعة اللي هو بيرتاح يفوت ويتسجل بهالدورة تيتبعها وينمي كفاياته تيقدر يعلم عن بعد. بس قولي يعلم عن بعد شو بدي يكون عم أمن له؟ أنا رح نكون عم نخليه يتمكن من البحث على الإنترنت، من استخدام الموارد المفتوحة الموجودة، من استخدام الأدوات الصحيحة بقلب تعليم عن بعد، من استخدام المنصات، من أنه كيف يبرم بقلب المنصة ويستخدم كل شيء موجود عليها، وخاصة منصة المركز التربوي اللي أطلقناها مؤخرا الدي ال آي. فهيدول كلهم لنمكنه انه يقدر يصمم وينفذ درس عن بعد، وهالدرس فيه يكون متزامن، يعني فيه يكون اونلاين مع تلاميذه عم يحكي مباشره، وغير متزامن كمان عم يعطيهم يمكن اساينمنتس يكونوا عم بيقوموا فيها هن وبالبيت مش ضروري يكونوا بالمقابل معه. كمان عم نتعاون مع الاقسام الاكاديميه بالمركز التربوي على محورين، أول واحد رح نكون عم نسلم كل المعلمين والأساتذة بلبنان التوزيع السنوي يلي رح يكون عم بيريحهم من خلال نحن عم نتوجه لهم عم نعطيهم المواضيع وعم نعطيهم الوقت
اللي لازم يكونوا عم بكرسوا لكل موضوع، خاصة بعد ما قطعنا بهالعام اللي كان اكسترا اوردينار يعني. فكل شيء انكسر عليهم رح يكونوا عم يقدروا يعطوه للتلاميذ بالسنة اللي جاية، نحن وعم نقسم لهم هالتوزيع السنوي مع المواضيع المتعلقة بكل صف وبكل مادة. نعم. شغلة تانية كمان عم نشتغل عليها واللي هي كتير مهمة بهالزمن اللي عم نقطع فيه، هو الدعم نفس اجتماعي المتعلق بالمتعلمين وبالمعلمين. يعني اوكي المتعلمين تعبانين راجعين على المدرسه، بدنا نرجع نحفزهم، بدنا نخليهم يشوفوا بكره افضل، بدنا نخليهم يرجعوا يندمجوا بنظام المدرسه. اكيد العامل النفسي كثير مهم، فمن هيك عم نعد انشطه لهالمتعلمين تيقدروا المعلمين يستعملوها معهم بقلب صفوفهم. بس كمان عم نشتغل على الدعم النفسي الاجتماعي للمعلمين، لانه ضغوطات كثير كبيره عليهم، ان كانت اقتصاديه ان كانت صحيه، يعني من جميعه. فكمان نحن لازم نكون عم نوقف حدهم بهالمحنه. من ميل تاني عم نشتغل كمان على اويرنس كامبين حتى يشتغلوا بطريقه امنه على الانترنت. أنا بحب أذكر أنه مظبوط عم نشتغل عن بعد، بس رح يكون في عنا بدور المعلمين بمراكز التدريب مشاغل موردي كمان بتطال نفس الأهداف اللي حكينا فيها عن بعد للأساتذة أو المعلمين الغير متاح لهم الدخول على الإنترنت، فيهم يكونوا عم يجوا على مراكز التدريب ويتابعوا هالدورات أو هالمشاغل فيس تو فيس عنا. فمبدئيا هيدا اللي هلا عم نشتغل عليه. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بتقدروا تتخطوا كل هيدي العقبات ان شاء الله يا رب، وتلاقوا النجاح دائما. بدنا نختم مع دكتور كلودين، شو الرساله اللي بتوجهيها او النصيحه بختم حلقتنا؟ بعتقد كنت عم فكر نحن ومستنظرين برا وعم نسمع الاخبار وعم نسال حالنا، نحن عندنا مشاغل وفي مشاغل يمكن حياتيه اكبر، بس يمكن في حافز ماسكنا لكلنا وهو اندفاعنا انه نحن نضلنا مسابرين انه نشتغل ونشتغل على الجوده ونعمل اسس حتى بس تقطع هالمحنه، ومثل كل محنه بدها تقطع باذن ربنا، نكون خلقنا شيء نقدر نبني عليه لبنان لمستقبل لبنان يلي نحن بنطمح له باذن الله. نتمنى. شكرا كثير لحضوركم معنا وكل التوفيق دائما. ميرسي. شكرا. مشاهدينا لحظات قليله ومنتبع سوا.